اغتيال إسماعيل هنية في طهران والحرس الثوري يتوعد برد قاس. القيادي فؤاد شكر تحت أنقاض المبنى المستهدف وحزب الله لا يعرف مصيره. البرهان ينجو من محاولة اغتيال بهجوم مسيرة شرق السودان. البداية من التطور الأبرز منذ بدء الحرب في غزة، إذ أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مؤكدة أن اغتيال هنية يعد تصعيدا خطيرا. مصادر خاصة للعربية أكدت أن اغتيال هنية تم عند الساعة 2 فجرا بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، وقد كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران. في غضون ذلك حذف المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية صورة لهنية أشار فيها للتخلص منه، وذلك بعد دقائق من نشرها. كذلك أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي استهدف هنية انطلق من داخل إيران. في سياق متصل، توعد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي إسرائيل برد قاس على اغتيال هنية، قائلا إن الانتقام لدمه من واجبات إيران لأن الاغتيال وقع على أراضيها. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان إن بلاده ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها، وستجعل من وصفهم بالغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة. وفي إطار ردود الفعل الإيرانية أيضا، قال الحرس الثوري الإيراني إن جريمة اغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية على حد وصفه. في سياق التصعيد الحاصل أيضا، وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر، أكد الحزب اللبناني أن شكر كان يتواجد في المبنى السكني الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. حزب الله أفاد بأنه ما زال بانتظار التوصل إلى معلومات بشأن مصيره مع بطء عمليات رفع الأنقاض. الجيش الإسرائيلي كان قد أكد القضاء على شكر واصفا إياه بالقيادي العسكري الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيها، ووصفه بأنه اليد اليمنى لأمينه العام حسن نصر الله. إلى الخرطوم، حيث أعلن الجيش السوداني أن قائده الأعلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان نجا من هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مراسم تخرج عسكرية، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص في بلدة جبيد بشرق السودان. من جانبه أكد مستشار بقوات الدعم السريع في تصريحات لوكالة رويترز إنه ليس للدعم السريع أي صلة بهجوم المسيرتين الذي استهدف قاعدة عسكرية شرق السودان أثناء زيارة قائد الجيش لها. خبرنا الأخير من باريس، وفي محاولة أخيرة لجذب المسافرين من أجل دورة الألعاب الأولمبية، خفضت شركات تشغيل الفنادق الأسعار وتخلت عن الحد الأدنى لفترة الإقامة بعد اعتراض بعض السياح على ما اعتبروه رفعاً للأسعار قبل دورة الألعاب. مكتب السياحة في باريس قال إن متوسط سعر الليلة في الفنادق خلال دورة الألعاب انخفض إلى 258 يورو بدلاً من 342 يورو في وقت سابق خلال هذا الصيف، والذي كان يمثل في ذلك الوقت زيادة بنسبة 70% عن متوسط السعر البالغ 202 يورو في نفس الفترة من العام الماضي.